السلام عليكم الإخوة الأخوات، من إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ندير معكم واحد نوع ديال المكور معمر بالروز. هنايا عندنا ناخذ الروز، جوج حوايج غادي نوجدو هما الاولين. الروز هنا سلقته نص سلقة وشللته بالماء، تحيد منه داك النشا ديالو وخليناه. انا خديت هاد النوع المكور، ممكن تاخذوا اي نوع اخر ديال المكور داك اللي غليظ، غير هذا تيكون فيه الورقه كبيره وتيكون سهل في الطياب، ما كياخذش الطياب بزاف. صافي كنحيدوا ليه الجدر بحال هكا وكنديروا في الماء فيه شويه الملح هكا باش يتفرقوا دوك الورق ديالو. لما يغلى لينا هذاك المكور غادي ناخذ واحد بصله كبيره شويه، واحد جوج دراس الثومه، وغادي نقطعوهم رقاق ونحطوهم على جنب. هنا بعد ما غلى لينا هاد الشيفلور هكا في الماء، ماشي الشيفلور، مكور غلى هكا في الماء، كنبداو نديرو هكا وكنهزو في، حيت ما كنوصلوش ليه الماء للفوق، حنا بغينا غير الجدر اللي يطلق هكا، وكنبداو نهزو بسهوله، كنبداو نهزو هكا بلا ما هكا صافي. وحيت هادو الوسطانيين تكون باقي ما وصلهمش البخار، كنخليهم حتى ما يطلقوا شويه ونكملوا بهذه الطريقه تنكملوا المكوره ديالنا. هنا بعد ما تسلقات لينا هذوك الوراق ديال ما حيدناهم بهذا الشكل، صافي ونحطوهم على الجنب ونوجدو باش غادي نعمروهم. هنايا داك الرز اللي سلق تاني درت فيه شويه المعدنوس، غنديرو شويه ديال البزار، شويه ديال الكركم، شويه الملحه، وشوية سكين جبير. مغديش نديرو فيه التحميره ولا الفلفل الاحمر حيت غادي نديرو فيه طماطم. صافي غادي نشدو ديك الثومه والبصله اللي قطعنا وغادي نخلطهم معاه. هادي نخليها صافي، وغادي نضيفو نديرو صلصه الطماطم. انا عندي هذه ديال ديك العاديه طحناها وحط ودايره هنا، كاين ديك ديال القراع اللي بغى يستعملها يستعملها. صافي وغادي نخلطو هذا شي هو باش غادي نعمرو الشيفلور اللي بغى يدير فيه قطعه الكفته ولا اللحم ولا يديرهم فيه. انا اليوم غاديش نديرو، غادي نخليه بلا لحم بلا والو، ناكلو شي حاجه ما فيهاش اللحم ما فيهاش الدجاج. المهم اللي بغى يدير فيه الكفته ولا قطعات تاع الصدر ديال الدجاج ولا ديال البيبي ولا قطعات اللحم، راه يشحرهم مع شويه الزيت ويرميهم مع الروز. صافي هنا غادي نخلطو هاد الحشوه ديالنا مزيان اللي غادي نعمرو بها داك المكور. صافي وغادي نبداو نعمرو فيه. صافي هنايا بعد ما حركنا داك الروز غادي ناخدو دابا دوك هدا ديالنا ونبداو نعمرو. كل واحد على حساب، كاين اللي كيبغي يديرهم صغار تقدروا تفرقوه على جوج وتعمروهم صغار، انا بغيت نديرهم هكا كبار، ما عنديش الوقت باش نديرهم. يعني كديري الحشوه هكا الوسط هكا، تنتنيو هاد الجنب هو الاول وهاد الجنب، صافي وكنلوي بهاد الطريقه. صافي وتنجمعو هنايا هكا لداخل وهنا هكا لداخل، صافي وكنحط. ناخذ عاد تاني نعاود وحده اخرى، كندورو هكا
نسدو عليه ساهل الطريقة يعني عادية باش كنعمرو سميتو صافي ونديرو هكا هكا تيجي. هاد معاكم وحدة أخرى اللي كيبغيه صغير يعني بعض المرات يكون بحال هكا انا في داك الصغيور تنبغي بزاف تنديرو فرم دان، اما دابا في ما تيتكاش بزاف صافي كنستمروا بهاد الطريقه ده. صافي صافي هكا تيجي. صافي نستمروا بهاد الطريقه حتى نكملوا الكميه اللي عندنا. هنا بعد ما كملنا هادوك المكور عمرناه، بعض المرات تيخرج لكم هادو شي وحدين صغار، هادو اللي تيكونوا لداخل حيت الورقه اللي برا كتكون كبيره واللي داخل كتكون صغيره. غادي ناخذ واحد الكميله ولا طاجين ولا حيت ما كياخذوش الطياب بزاف يعني ساهلين، وكن في الترتيب هي كتبان شويه فيها يقول بنادم راه فيها الوقت، لا لا ولكن فيها والو اسهل ما يكون. الرز كيتسلق حدا كلشي فلور كي المكور كيتسلق صافي، كتحيدي داكشي كتعمري الشفلور كتاخدي الجميل. دابا غنديرو فيها البصله، انا البصله درتها هنا اللي بغى يشلضها ولكن تكون رقيقه، انا كندير ليها هكا بهذه الطريقه هي اللي كندير لتحت. ومطيشه قطعها هكا دواور ولا بقات لي شويه الصلصه مطاشه ديك اللي مطحونه حتى هي غادي نديرها هنايا باش ما طيش. صافي كيبقاو لكم واحد الجذوره ولا لا بقى لكم شويه الشيفلور حتى هو تديروه لتحت تجي لذيذه بزاف. جربوها البنات ما تعكزوش. صافي نديرو الزيت، ديما راه كنقولوا الزيت والعطريه على حساب الشيء بغي الانسان، كاين اللي تبي الزيت قليل كاين اللي تبيه كثير. صافي ونفس التوابل اللي درنا في هنايا نديرو الكركم شويه سكين جبير ملح البزار صافي والملح سيت والقزبر والمعنوس صافي. ما غنديرو غادي نشعلو عليه العافيه، غادي يبدا نخلو حتى يطلق ديك البصله وما عرفش الماء ديالها عاد نستفو هذاك اللي عمرنا. هنا هو بعد ما بدا يتقلى لينا داكشي اللي درنا في الكميله ويلا شط لي شويه ديال البصله مع شويه المعدنوس اللي حطو تمايا، غادي نشلو بواحد نص كاس الماء وغادي نخوي على هذا باش ما نضيعهمش. صافي هكا نص كاس الماء صافي، وغادي نخليه غلا باش نرمي هذاك المكور المعمر. هنا بعد ما خلى لينا هذاك الخليط اللي درنا صافي، غادي نبداو نصطفو هاد كاين واحد الطريقه اخرى اللي كتديروه بحال هكا وتديروا المطيشه فاير شويه لا ديك لاصوص ماتشو ديروا فيها شويه الحبق وطيبوه بها بلا بصله بلا والو، غير انا كنبغي هكا يكون منسم صافي. وكنكملو هكا بهاد الطريقه صافي، وغادي نقصو عليه. انا ما كان اللي كيبغي فيه المرقه راه يخلي فيه المرقه، يزيد فيه شويه البلول اللي عنده
اللي كيبغي التغماس ولا انا كنديرو شويه ناشف ما بين وبين، شويه تاع المرقه كنخليها ناشفه صافي، غادي نقص عليه ونخليه حيت تقريبا خاصو الماكسيموم لكترنا واحد ربع ساعه حيت كل شيء سهل في الطياب. تلقاو ان شاء الله منين يوجد. ها هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا بعد ما طاب. اللي كيبغي كي قلت لكم يدير فيه المرقه يخلي فيه شويه المرقه، انا كيعجبني ناشف هكا. نتمنى تجربوه، كيجي من ألد ما يكون. والى المره القادمه، وما تنساوش تشتركوا في القناه وتدعمونا باللايك، وشكرا جزيلا لكم.